جاء في وضعية استثنائية لاتحاد العاصمة، وفي الوضعيات الثلاثة تقريبا وضعية الأندية هذه انقلب 180 درجة. سر نجاح عبد الحق بن شيخة مع الأندية هذه الثلاثة؟ شكرا. شكرا أخي. المثابرة العمل، أنا نعمل، أنا ما نتكلمش راه، أنا نحب نعمل، أنا عايش في الخفاء، ما نحب ندير لي ديكلاراسيون، ما نحب ندير يعني الآخر الشو، ما نحب ندير، أنا نخدم ونعرف ربي يلبي لي. كل مرة تخدم الله كريم ما يخليكش، يعني نظن هذه هي. نحب المثابرة، نجهد في العمل ديالي، نحوس على أمور تكتيكية جديدة، واش صاير في العالم، واش هذا هو السر. ما كانش حتى حاجة اللي الحمد لله، جزاك الله الخير أخوي. شكرا. كابتن بن شيخ، تقول المعلومة أنك خط 7 مباريات نهائية فزت بها جميعا؟ لا لا لا، غلطين غلطين، ما خدش 7 مباريات، لا لا، أقل كتير، أقل 3 ولا 4. بالتوفيق. شكرا.